بالنسبة لي اللاعبين، الروح، العطاء، القتالية، التنافسية، بالنسبة لك يعني كيف تقيمها؟ عطفا على المباريات السابقة، مباراة بكرة يعني؟ المباراة الأولى والثانية. يعني على ما قال زميلي يعني، لا عند عنصر الروح يعني عنصر مهم جدا، صح؟ مهم، مهم جدا، مهم جدا. حتى مباراة بكرة يعني أهم، إخواننا المصريين أشقة ولا، لكن مثل ما قال زميلي التسجيل، الفوز، تسجيل 3 نقاط، أي حدث بكأس العالم يسجل للاعب ويسجل للدولة طبعا. معليش راح على الامل وذا، لكن برضه هذه انت الى الان بالمونديال انت. فانا اعتقد من كلام المدرب انه يعني واثق من اللاعبين، يمكن يعني اللاعبين عاهدوه او سمعوا معه لوحدهم، يعني عاده تحصل مثل كذا. انه خلاص تحسين الصوره يعني. تحسين الصوره، والمدرب مثلا يقول خلاص المسؤوليه عليكم. يعني كل شيء انتهى، لكن المسؤوليه عليكم تسجيل رقم بلدكم لكم انتم. هذا اللي اتوقع اللي بيحصل بكره. حتى من كلام فهد مولد برضه حاس انه يعني الثقه عنده موجود، يعني تاكد من مباراه بكره ان شاء الله. زميل بندر، انا